السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام دكتور. هلا. وعليكم السلام. السلام الله. أي سؤال لدينا بس نلاقي الملف تاعنا. أي سؤال؟ السكرين مبين عندكم؟ دكتور مبين. مبين دكتور. ممتاز. يلا بدنا نكمل حيث توقفنا في المحاضرة السابقة. كنا نتحدث عن الليترتشر سيرفي، بمعنى من وين بدك تجيب معلومات عن الشيء اللي انت بصوت انك تعمل ديزاين له، سواء كان مصنع او بيس اوف ايكوبمنت او جزء حتى من تطوير البروسيس واتيفر. فقلنا مصادر المعلومات بروبرتيز، مثلا مصادر المعلومات ذكرنا انها قد تكون بوكس من نوع تكست بوكس تاعت الجامعات اللي بتدرسوا فيها، هاند بوكس زي تاع بيريز، جورنالز. وكنا في المحاضرة السابقة عم نطلع على بعض الجورنالز، يعني كيف نطلعها. إذا كنت بالجامعة عندنا الموقع تاع ساينس دايركت اللي هو من خلال مكتبة الجامعة فيك تفوت عليه. وإذا ما عندك اشتراك، يعني بكرة بتخلص إن شاء الله، بتطلع بتخرج، بصير بدك معلومات، الشركات والمؤسسات ما عندها اشتراكات، فبتضطر تلجأ للقرصنة. فكيف بتشتغل؟ فبتفوت على المواقع تاعت السيرش انجنز تاعت الـ زي ساينس دايركت وزي سكوبس على سبيل المثال. هذول الفوتي عليهم إلك عادي، ما في مشكلة إنك تفوت عليهم، المشكلة إنك تحصل على البيبر كاملة. فيك تشوف الابستراكت اللي هو الملخص، بس ما فيك تشوف البيبر كامل. وبالتالي بصير في يعني التفافات عليها من بعض طرق القرصنة. شوف لك موقع من المواقع اللي بيحطوا اشياء فري زي الساينس هاب اللي فرجيت وياه المره الماضيه، بتجيب الدي او اي نمبر أو بتنسخ عنوان البيبر بالضبط كما هو، وبتعمل سيرش على الأغلب إنه يبين، على الأغلب إنه يبين. وهاي الأمور لأنه شغل قرصنة بقرصنة، مرات بتلاقيها فاتحة، مرات تلاقيها مسكرة، أنت ونصيبك. بس هذا للمجلات. هلا الكتب أصعب شوي، الكتب البحث عنها بتلاقي الكتاب، بتلاقي جلدة الكتاب، بس ليس بالضرورة أن يكون لذلك الكتاب نسخة إلكترونية. هلا معظم الكتب إلها، بس في بعضها ملهوش أو إله بس محمية بشكل كبير جدا، لدرجة إنه غير مخترقة. يعني وقت الجد بتشوف لك مصدر للمعلومة غير لذلك الكتاب. يعني الإنترنت مليان معلومات، إما عن طريق الجورنالز اللي حاطة إلها مواقع على الإنترنت، وكله حاط مواقع على الإنترنت. يعني هي بصير مين من هذا السوق اللي اسمه الويب، هذا السوق اللي اسمه الويب فيه غث وفيه سمين، وبالتالي أنت ما بتعرف مين الأصلي ومين الفناص أو اللي بيكذب في الإنترنت resources. فبالتالي بالخبرة بتصير تعرف إن هذا موقع ثقة، هذا موقع الله أعلم مين اللي حاطه، بجوز ولد عمره 7 سنين في البيت بيلعب عليه. فبدك تكون حذر. هذا بالنسبة لك الليترتشر سيرفي. تحب أفوت أكثر من هيك فيه ولا بكفي؟ دكتور ما قصرت والله دكتور. لأنه ما أخذ محاضرة، كنا فايتين على موقع المكتبة وفايتين على موقع ساينس دايركت، بلشنا نسوق عليه شوية، ترى فيه تفصيلات فيه. أنا يعني يا دوبني فتحت لكم الصندوق، ما بحبشنا فيه، فبتركها لكم.
اكسرسايز تفوتوا عليه، بس المشكله زي ما حكيت لكم هذا الفوت عليه لازم تكون من جوا الجامعه، من خارج الجامعه ما بزبط للطلبه، لإلي انا كدكتور في الجامعه بزبط، اما لكم كطلاب ما بزبط. طيب صحيح انتوا بتروحوا على الجامعه شيء ولا كله في البيت؟ دكتور بالنسبه لي لا، بس في بعض الطلاب عندهم لابات بيروحوا. يعني انتوا اللي هسه قاعدين معي مين منكم بروح الجامعه؟ انا بروح الجامعه دكتور. انا دكتور كمان. انا يا دكتور احلام ومهند، ومين كمان؟ وانا دكتور محمد اسامه. قول اسمك. محمد اسامه، هاي ثلاثه. ورود. ورود اربعه. الان معي ثمانيه على الخط او سبعه، فبالتالي سبعه، اربعه من سبعه بيجوا على الجامعه. متى بتيجوا على الجامعه؟ سبت ولا خميس؟ جينا مرة السبت دكتور، وبعدين رحنا الأربعاء، وحيصير كل اثنين بو. كل اثنين؟ حيصير نروح كل اثنين، يعني مننسق مع المهندس كل لاب. ما إلا يوم ثابت يعني يا دكتور. طيب يعني متنقلين، بس مش السبت يعني مثلا. لا لا، مرة رحنا السبت الجامعة كلها أصلا تكون مسكرة، ما فيها أي شيء ثاني. فبالتالي في إشكال فيها. طب مليح، ايه معنا موعدنا في المحاضرة يوم السبت كان مناسب. طيب من تاعي الموضوع اللي بعد هذه اللي هي مصادر المعلومات، موضوع البلانت لوكيشن، من وين او كيف بنختار موقع لمصنع. Primarily the plant should be located where the minimum cost of production and distribution can be obtained. يعني انت بتتذكروا في السيرفي السابق، مش حكينا في عندنا سيرفي للمشروع، واحد منهم سيرفي للماركت. فبالتالي وين بدك تبيع، والامر اللي قبله انا بدي انتج بلزمني تكاليف في الانتاج. مثلا افرض واحد بده ينتج زيت زيتون من حبه الزيتون، يعني من شجر الزيتون، بزبط يروح يفتح مثلا في بالرياض في السعودية. لا. ليش لا؟ لأنه فش هناك زيتون بزراعة. ما في عندهم زيتون، يعني بده يصير يشحن الزيتون من مثلا الأردن للرياض، وهذا شو بيسوي عليه بالنسبة للكوست؟ الكوست اوف برودكشن بده يطلع عنده، لانه الرومتيريال عم بيشحن الرومتيريال. اوكي. هلا امر اخر مثلا، خذ في الديستريبيوشن هو توزيع التوزيع البرودكت. اوكي. افرض انه انا عم بنتج على سبيل المثال لبن رايب زي شركه المراعي. اوكي. هلا يعني هاي اصعب شوي صغيره هسه، لان واحد بيقول معي شركه المراعي موجوده بالسعوديه، واحنا عندنا في السوق الاردني بنشوف حليب المراعي موجود. ماشي. يعني بس شركه المراعي لا يقاس عليها، عندهم 130 الف راس بقر. وين هذول؟ يعني اكيد مش في مكان واحد، هذول موزعين في عده اماكن، بس قريبه من من مكان المصنع الرئيسي تاعهم. بدناش نتحدث عن مصانع العملاقة هاي، نتحدث عن مصانع أخرى اللي هي يعني متوسطة الحجم فما دون. على سبيل المثال بدي أضرب مثال في مصنع كبير، بس بينطبق عليه موضوع الديستريبيوشن. شو معنى الديستريبيوشن؟ إني أنا بدي أوصل المنتج إلى السوق. فإذا كان المصنع تاعي بعيد عن السوق، شو بدي اتكلف؟ بصير اتكلف زياده. يجي واحد بيقول لك لا، مش انت اللي بتتكلف، اللي بتكلف اللي بده يشتري. ماشي، بس ما هو المنتج تاعي بده ينزل على السوق، واللي بده يشتري منه بده يضيف تكاليف الشحن على المنتج عشان يعرف يربح فيه في السوق. بالتالي هيك منتجك راح يكون دكتور تكلفته عاليه، بصير بالسوق ينباع باعلى. نعم. ليش اعلى؟ لانه تكلفني زياده. تكلف اللي المشتري نقل. المشتري كلفه زياده للنقل. فبالتالي بده يصير الواحد يعني يلعب اللعبه، يعمل اوبتمايزيشن على موضوع اوبتمايزيشن في حيث من حيث المينيموم كوست، يو مينيمايز ذا كوست اوف برودكشن
and you minimize the cost of distribution. الآن بصير السؤال اللي بطرح نفسه، طب شو هي الفاكتورز أو البارامترز اللي بتأثر على الكوست، على الكوست of production أو على الكوست of distribution؟ إحنا لمينا 12 فاكتور، واللي بيحب يزيد عليهم بإمكانه يزيد إذا طلع بفكرة ناقصة، قد تكون مش إنه ناقصة بس حالي خاصة لمنتج معين. أول أتحدث عن major plant location factors اللي هي that should be considered to locate a plant. إذا الواحد بحط مصنعه في مكان غير مناسب قد تكون الفكرة كويسة وممتازة، لكن بسبب سوء اختيار الموقع، عدم التوفيق في اختيار الموقع، الفكرة الناجحة بتفشل. فبالتالي this is very very important، لأنه you have one shot at this. One shot، لأنه إذا اخترت المكان وعملت المصنع بعدين تفاجأت أنه بزبطش في هذا المكان، يعني من ناحية عملية بدك إيش تقعد تفكفك المصنع وتعمل إنشاءات مرة ثانية في مكان آخر، ممكن بس التكلفة ساعتها بتكبر كثير جدا عليك. كان ممكن نتفادى هذا الكلام لو أنه انعملت دراسة اختيار الموقع بشكل جدي أو من ناس محترفين. طيب أول فاكتور مهم اللي هو موضوع اللوكيشن of raw materials. أكيد okay. factors to be considered في موضوع raw materials، يعني على سبيل المثال ليش شركة البوتاسي العربية اللي بيعملوا KCL أو بيستخرجوا KCL من أملاح من البحر الميت، من مية البحر الميت فيها أملاح كثيرة، واحد من أملاح المهمة في مياه البحر الميت KCL، إلا تكونوا درستوها في المدرسة هاي اللي درسوا في الأردن، وين موجود موقع المصنع تاع شركة البوتاس العربية اللي هو مصنع البوتاس؟ معي؟ مين معي؟ محمد الشيمي مهند. البحر، البحر الميت، البحر الميت عند البحر الميت، مع ما أقول لكم أملاح البحر الميت هتيجي من الماء اللي في مية، عفوا من مية البحر الميت، بنشفوها وبصير الأملاح تترسب فبنموها. من أهمها هو بس الكي سي ال، هو المصنع قائم على أساسه، بدهمش الإي سي ال أصلا، وإن كان بيعملوه يعني بس مش هم اللي بيعملوه، شركة ثانية. الشركة هاي مصنع كبير جدا على فكرة، وفي قباله لليهود واحد زيه، يعني الأردن واليهود اثنين مستغلين نفس الريسورس اللي هو مياه البحر الميت لاستخراج الكي سي ال منه. فلاحظوا اللوكيشن اوف رو ماتيريالز، الفاكتورز تو بي كونسيدرد، مثلا سعر الرو ماتيريال، بيرتشيز برايس اوف ذا رو ماتيريالز. قبل ما احكي عن هاي النقاط، لاحظوا مصنع البوتاس انعمل جنب البحر الميت. ليش جنب البحر الميت؟ لأن الرو ماتيريال هناك قريبة عنده دكتور، بدأ يخفف عليه الكوست الزايد. يعني بنحكي إنه لأنه الرو ماتيريال موجود هناك، فراح حط المصنع جنب الرو ماتيريال. هلا الواحد عشان ما يحطش المصنع جنب الرو ماتيريال بده يكون فيه دوافع يعني دفعت بذلك الاتجاه، بنحكي عنها فيما بعد. بس الآن طيب اللوكيشن اوف رو ماتيريالز، قد يكون هلا في حالة الكي سي ال مش عندنا إلا بحر ميت واحد في العالم على سبيل المثال، هلا في مصادر أخرى للكي سي ال غير البحر الميت، بس احنا عندنا في الاردن مياه البحر الميت هي المصدر اللي عندنا. هلا في بلاد ثانيه عندهم مصادر للبوتاسيوم. على فكره ليش الكي سي ال استخدامه الرئيسي؟ بده بوتاسيوم كلورايد، شو بدهم فيه؟ طبعا الهدف ترى على فكره مش الكي سي ال، الهدف شيء اخر. اللي بيشتري الكي سي ال بيشتري الكي سي ال بيشتري عشان يعمل شيء ثاني. شو الإشي الثاني؟ أنت نشوف معلوماتكم. دكتور إله استعمالات طبية؟ الاستعمالات الطبية شوفوا أي استعمال طبي ما بيستهلك كميات شغل مصنع كبير، يعني الأشياء الطبية كلها شغلات ديليكت، أشياء صغيرة. يعني شوفي أكثر شيء بيستخدموه في المستشفيات المعقمات مثلا، مصنع صغير بيعمل لك كل المعقمات اللي بالأردن بيستعملها. فلما نحكي مصنع كبير بينتج كميات بالهبل
من مادة معينة، فبدك تعرف إن الاستخدام تاعه بده يكون واسع، واسع كعدة عدة عدة أسواق بتلزمه، أو عدة مدخلات بدخل في مدخلات كثيرة جدا، أو إنه في هو مدخل رئيسي لصناعة تستهلك بكميات كبيرة، تكون عينك على الأشياء الكبيرة كونه الكيسي ينتج بكميات كبيرة. يعني مثال آخر، الإسمنت ينتج بكميات كبيرة ولا بكميات صغيرة؟ كميات كبيرة دكتور. ليش كميات كبيرة؟ إنه استعماله كثير. استعماله في العمار تحديدا كبير. بالعمار، هو مدخل رئيسي في العمار، ما في عمار بدون اسمنت من ناحية عملية. مظبوط. بالتالي سوي لي قهوة، هاي عيلتي بدها تطلع مشوار، لما أقولها قبل ما تطلع مشوار سوي لي قهوة. طيب وزعلت ليش حكيت لكم. طيب شو قلنا عم نحكي؟ الاسمنت استخدامه كبير جدا في العمار، فبالتالي يعني سوقه واسع جدا جدا. هذا كل من الكسكبس والطفال ان شاء الله. طيب هو سؤال هامشي هذا موضوع الكي سي ال، بس يعني لانه عندنا في الاردن مصنع رئيسي هذا يعتبر، فكويس يعني نفهم شو صاير حوالينا. فوين الاستخدام الرئيسي؟ مين بيشتري الكي سي ال؟ ايش يعني دكتور يستخدم في صناعة السماد؟ نعم، في صناعة الأسمدة. أنتوا درستوا في المدرسة، في المدرسة أنواع الأسمدة. شو ده مين فيكم متذكرات؟ نشوف الجماعة الأصليين فيكم اللي بدرس وبظل محافظ على ذاكرته في إيش درس، مش بنسى كل شيء بس يطلع برا الامتحان. اللي هي بتكون كيميائية أو عضوية؟ هو الأسمدة أكيد كيميائية، الأسمدة العضوية بيعملوا لهاش مصانع كبيرة، لها مصانع بس مش كبيرة. سماد طبيعي وسماد مصنع. حكت زميلتك إنه بدخل في السماد الطبيعي، ما هو السماد الطبيعي جاء طبيعي من وسخ ال شو بسموهم الغنم والبقر والجاج إلى آخره، وبالتالي يعني مش موضوعنا الأسمدة الطبيعية، موضوعنا الكيسي، مش موضوعنا المثال اللي إحنا ضربناه على الكي سي ال. فقلنا يعني اللي بينتج الكيسي المين ايش السوق تاعه؟ قلنا السوق تاعه المصانع اللي بتنتج الأسمدة، هذول اللي بيشتروا منه. هلا يا بروح بيعمل مصنع الكيسي جنبهم وبورد الرو ماتيريال اللي فيه الكيسي عشان يستخرج الكيسي ويبيعه مياه، او لا بروح جنب الرو ماتيريال يستخرج الكيسي وبيشحله مياه. هلا لانه الكيسي موجود في مية البحر اللي هي كمية كبيرة جدا من الماء لازم تبخرها قبل ما تحصل على الكيسي ال، بصير مش معقول انقل مية بحر، لا ببخر مية البحر في المكان اللي موجود مية البحر فيه، وبجيب الكيسي ال بحطه بكياس ولا بشاحنات ولا واعتبر وبوديه للزبون تاعي. مين هو زبونك؟ والله زبوني شركات الأسمدة. فأنا سألت سؤال على هامش هذا الكلام، اوكي، انه الكيسي ال نعم هو احد العناصر الرئيسية في الأسمدة الصناعية. فسألت سؤال على الهامش من باب زيادة المعلومات عندكم أو تذكيركم بأشياء أنتوا درستوها. شو هي العناصر الرئيسية في السماد الصناعي أو في الأسمدة بشكل عام؟ الفوسفات. الفوسفات مش هو الفوسفات، بحكي شو العناصر. الفوسفات ليس عنصر. طور نيتروجين ممكن يتواجد صح؟ النيتروجين أهم واحد فيهم، مش ممكن يتواجد. أهم واحد. هذا أهم 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 سماد هو الأسمدة النيتروجينية. طيب وإن كان مش موضوعنا، بيش بدخل السماد النيتروجيني في النبات؟ إحنا بلد زراعة ترى، يعتبر الأردن بلد زراعي، والأصل إن يعني تكون عندكم شوية معلومات عامة في هذا الموضوع. درستوا إيش النمو الخضري للنبات؟ أيام المدرسة. والأسمدة النيتروجينية مهمة للنمو الخضري، يعني إذا عندك حديقة وبدك تخلي النبات يشد بالدفع، يدفع بزيادة يعني يكبر النبتة كنبتة أو الشجرة كشجرة، تضيف سماد نيتروجين زي اليوريا أو المشتقات تاعت اليوريا. طيب قلنا النيتروجين عنصر رئيسي جدا في الأسمدة من ناحية عملية، من ناحية عملية
كل الأسمدة الصناعية فيها نيتروجين، أحيانا بيكون فقط نيتروجين، أحيانا بيكون نيتروجين زائد عناصر أخرى. زي إيش عناصر أخرى؟ أظن أحلام حكت الفوسفات، فقلت لها الفوسفات مش عنصر. طيب أعطيتك الآن، أنا غششتك، أعطيتك هنت. الفوسفور؟ الفوسفور، نعم، الفوسفور اللي موجود في الفوسفات. وبالتالي إحنا في الأردن كمان الحمد لله رب العالمين كمان عندنا أور ثاني، مينرال آخر موجود بكثرة في الأردن، هو المينرال تاع الفوسفات، واللي بيشتروه لاستخراج الفوسفور مش كمعدن، لاستخراج أملاح الفوسفور منه اللي بدهم يدخلوها في الأسمدة. فزبايننا بيكونوا واحد من اثنين، إما بده يدخل الفوسفور في صناعة الأسمدة أو في شغلة ثانية يعني فيها بعد نظر شوية، بس برضو بيستخدموه في الأسمدة. الهند على سبيل المثال في عندنا مصنع للفوسفوريك أسيد في العقبة، والفوسفوريك أسيد اللي في العقبة المصنع الرو ماتيريال تاعه الفوسفات، يجيبوا الفوسفات وبيحولوه من فوسفات اللي هو رمل، ناس شو التركيب الكيميائية تاعته، بس أحد أملاح الفوسفات اللي يعني كما هو مثلا غير مناسب، وبيحولوه لفوسفوريك أسيد. ليش بيحولوه لفوسفوريك أسيد؟ لأن الفوسفوريك أسيد له سوق. طيب مين بيشتري الفوسفوريك أسيد؟ بالنسبة لنا زبون واحد، الهند بتشتري. طبعا الغشيم يقول لك بيشتروه عشان يعملوا منه أسمدة، هم بيشتروا مش عشان الأسمدة، بيشتروا عشان شغلة ثانية. والأسمدة على الهامش يعني بيستفيدوا منها، مش أنا بيستفيدوا، بس الهدف الرئيسي عندهم ليش شارين كل الإنتاج تاع الأردن؟ على فكرة كل إنتاج الأردن من فوسفوريك أسيد رايح للهند من زمان، مش من جديد يعني، من لما عمل المصنع. لما عمل المصنع كان هم أصلاً عارفين لمين بدهم يبيعوه. طور بروح لمين؟ للهند. للهند. اللي فيها كل إشي الهند، ترى الهند قارة. طيب أنا قلت بجوز بعضكم يكون حشري وعنده شوية معلومات عامة، بس يبدو أنكم مساكين طلاب جامعة كلاسيكيين ما عندكم اهتمامات خارجية. دكتور ضلك تبهدل فينا، إحنا منحفزكم هذا اسمه تحفيز. يعني ليش لازم نعرف؟ لأن المهندس الكيماوي بده يكون يعرف كل شيء خلاف بقية المهندسين، تحديدا المهندس الكيماوي من بين بقية التخصصات الهندسية بده يكون يعرف بكل شيء. مش ضروري يكون بيعرف بكل شيء ديب، يعني مش عميق بالضرورة، يعني في تعرف في دبث وفي ويدث، في بالعرض وفي بالعمق. المهندس الكيماوي معروف عنه انه معلوماته بالعرض. شو يعني بالعرض؟ يعني بيعرف بكل شيء ولو شيء بسيط. قد لا يكون يعرف بالأمور ديب، بس بيعرف بأمور كثيرة جدا. كنت تتعلموا تضلكوا دائما على اطلاع على اشياء كثيره جدا، سواء كانت بشغلك او مش بشغلك المباشر، لانه اذا اشتغلت موظف ليس بالضروره انك تضلك في نفس الوظيفه طول عمرك. في بعض الناس نعم، بس الطبيعي ان الواحد بيغير مكان، بيغير وظيفته في الجماعه اللي بيعيشوا يعني حياه وظيفيه. الطبيعي ان الواحد يغير وظيفته 3 مرات في حياته، وخلاف ذلك بيكون استثناء. ليش 3 مرات؟ أول ما بخرج بيكون إهبل ما عندوش خبرة، وبالتالي بيشتغل براتب بسيط، واللي بده شغله أصلاً بده واحد يقبل براتب بسيط ويحرث عليه. طيب أنت بدك شغل تكسب خبرة، واحد ثاني بده واحد يحرث عليه، فيعني تطابق الطلب مع العرض فبتشتغل. بيشتغل لك براتب 300-350 ليرة، 400 ليرة في أحسن الحياة الظروف. نحكي كلاسيكي، في ناس بياخذوا اكثر نعم، في ناس بياخذوا اقل برضو نعم، بس بقلوب بعض بين 300-400 دينار في الاردن. اكثر من هيك يعني في واسطات او حظوظ لا يقاس عليها. طيب فبتستمر بالعمل من 3-5 سنين، مرات سنه او سنتين فقط، بس يعني تسليكي، فبس تكسب نتفه خبره، وعلى الاغلب تظلك في نفس المكان من 3-5 سنوات، تكبر راسك شوية، التزاماتك العائلية بتزيد، بصير الراتب اللي بعطوك إياه طبعاً بيزيدوك كل شيء شوية،
يجوز يكون راتبك صار 400-450 يمكن 500 وهذا بيفتحش بيت. فبالتالي تبدأ تبحث عن وظيفة ثانية وبتلاقي وبراتب أحسن بس بتكون عندك خبرة، خبرة 5 سنين وطلع. فبعد 5 سنين تقريبا بتنتقل من وظيفتك اللي انت مشيت فيها في البدايات إلى وظيفة ثانية محترمة أكثر فيها شغل قد يكون أنسب. الأهم من ذلك الدخل تاعه أعلى، لأنك مهندس على الأغلب تشتغل في أمور إلها علاقة بالهندسة بشكل يعني بشكل أو بشكل آخر. طيب هاي على 5 سنين بتضلك في نفس الوظيفة، هاي أول تغيير. التغيير الثاني بصير بعديها ب5 سنوات تقريبا بتكون أنت اشتغلت الآن كسبت خبرة، ثم بين 10 سنوات إلى 15 سنة خبرة بتغير وظيفتك مرة ثانية. أول تغيير كان بين السنتين والثلاثة، ثاني تغيير بين 6-7 سنوات، الآن هذا التغيير الثاني. على 12-15 سنة بتغير التغيير الثالث وتضلك فيه لحديت ما تتقاعد، بتكون صرت خبير راتبك يكون كويس. وإذا بدك تغير فيما بعد بتروح للإدارة تصير مدير مش مهندس. كمهندس هاي آخر تغيير في وظيفتك، أنا بعديها بصير يا مدير يا صاحب بزنس، تفتح your own business، وقد يكون بزنس محل تجاري وقد يكون بزنس مصنع وتمر. بس أنت بتكون كسبت خبرة بحيث أنك تقرر هل سأمضي بقية حياتي موظف ولا بدي أصير my own boss. في ناس هيك وفي ناس هيك، الغالبية بضلوا موظفين. حياة العبيد ترى، حياة الموظف حياة عبيد، يعني أعطيني راتب بآخر الشهر وأنا بضلني مبسوط. إيش يا محمد سلامة؟ دكتور كنت أسألك، أنت اشتغلت في مصانع قبل هيك؟ إحنا عندنا مصنع. فبالتالي أنا حكيت هيك يمكن مريت بالظروف هاي. لا الحمد لله رب العالمين، ربي أكرمني منذ صغري، يعني كنت كنت أشتغل. أنا اشتغلت من لما كان عمري اللهم صل على سيدنا محمد بصف السادس ابتدائي، بين السادس والسابع كنت أشتغل في قسم للمحاسبة في أحد المستشفيات. أبوي كان رئيس القسم فكان يشغلني، ولأني شاطر كنت أشتغل زي الموظفين، صغير صغير شكل ولد بس أقوم بعمل موظف كامل من حيث الأمور الحسابات والفواتير وتدقيق الفواتير وتفييل لها إلى آخره. يعني ما في موظف متخصص له الشغل هذا بأخذ راتب، بس أنه بالصيف الموظفين بيسافروا، هذا حكام بالسعودية، فبالتالي بيكون عندهم عجز بالعمالة، فمش هيجيبوا موظف كبير متخصص يعني تيقوم بعمل اللي بيسافروا. فكاني شاطر وابن رئيس القسم، فكان يمون على الإدارة تاعت الجامعة تاعت المستشفى واشتغل، وطبعا هم مش عاجبهم بس النتائج بتعجبهم. المهم فكنت أقوم مقام موظف كل صيفية، أشتغل عندهم حوالي 3 صيفيات أو 4 صيفيات. بعدها الوالد ترك المستشفى وفتح his own business في التجارة، ويعني يعني كنا إحنا طلاب ما عندناش فضاوي إلا بالصيف، فبالصيف نساعد. بعدها فتح الوالد برضو عنده وعد، الحمد لله قلت لك يعني التوفيق من رب العالمين، والناس بمر بظروف بظروف الناس ما بتمر بنفس الظروف كلياتها يعني. فبالتالي ربنا سبحانه وتعالى من عنده ولا يسأل عما يفعل. ففي بعض الناس بتلاقي أمور ميسرة، في بعض الناس بتلاقي أمور مكركبة، والحساب عند ربنا. أنت شو بتسوي بما يعني مش شو بتسوي بالظرف، كيف تتعامل مع الظروف اللي أنت بتعيش فيها، تلتزم بالحلال تبعد عن الحرام. فيعني بتخاف الله، هذا لا يعني أنه اللي بخاف الله هو اللي ربنا بوافقه، لا، بس اللي بيخاف الله الحساب النهائي يوم القيامة، هذا الحساب النهائي. فبالدنيا قد يكون ذو واحد من أتقى الناس وأموره مكركبة أكثر من الناس كلها، أوكي، ولا يقاس عليه، أوكي، فيش قياس. يعني الكركبة والتوفيق في الدنيا شيئين يعني مختلفان، لأن ربنا سبحانه وتعالى مرات بيكون بيحب إنسان بيبتليه. ومش معنى إذا مبتلى معناها ربنا بيحبه، ومش معنى إذا غير مبتلى معناها أنه ربنا ما بيحبه، هاي عند ربنا سبحانه وتعالى.
أكل حال خلينا نرجع لموضوعنا. factors to be considered. purchase price of the raw materials. على فكرة سؤالي كان عن البوتاسيوم ال KCl. بدنا عنصر البوتاسيوم من ال KCl عشان ندخله في الأسمدة. الأسمدة فيها ثلاثة عناصر رئيسية غير النيتروجين: البوتاسيوم والفوسفور والنيتروجين. نعم عنصرين. طب ما حكيت لنا الهند ليش بيستخدموا ال KCl؟ مش ال KCl، الفوسفوريك أسيد. فوسفوريك أسيد نعم. بأخذ اليورانيوم منه. في معه يورانيوم طبيعي. وين في فوسفات؟ يعني بتسمعوا الأردن في يورانيوم، بتسمعوها هاي ولا ما بتسمعوها؟ طب نسمع. هلا فالأردن في وين الأردن؟ وين اليورانيوم اللي في الأردن موجود؟ عندكم معلومات عنه؟ السؤال هو وين الفوسفور موجود صح؟ اليورانيوم موجود مع الفوسفور، وين في فوسفور بتلاقي فيه مع اليورانيوم. فالفوسفات الأردني طبيعي معه يورانيوم. والأردن منتبه هذا الحكي من زمان، والشباب اللي بيشتغلوا في المصنع بيعرفوا هذا الحكي، مش انه ما بيعرفوه، بس انا كموظف كمهندس او كمدير شغال بالشركة تحت الفوسفات، كوني بعرف انه في يورانيوم، مش انا صاحب القرار ب شو اسمه، استخرج اليورانيوم او ما استخرج يورانيوم، لانه هاي مادة خام تعتبر ثروة وطنية، ثروة للبلد. والقرار في استخراج مادة من ثروات طبيعية قرار سيادي، يعني الحكومة اللي بتقوم فيه، اما هي بتقوم فيه او بيجي مستثمر بيقول لهم انا بدي استخرج لكم هاي المادة من اليورانيوم، عفوا من الفوسفات او ما شاكل ذلك. طيب انا بدي استاذنكم دقيقة، امهلوني دقيقة وبرجع لكم. أبدأ أحطكم ميوت. انتوا سامعيني الان؟ نعم سامعيني. اجيكم معي على خط في شغلة عم بعملها، بنضل ندردش وانا عم بعملها، او اقول لكم اسمعوا ترى ما ضلش الا اربع دقائق في
لا ده خلينا نتوقف دقيقتين ونفتح فيديو جديد. يلا السلام عليكم.